هالشغلة لا كانت لا على البال ولا على الخاطر. صحيح يا مختار، كأنه ناقصنا هم بهالضيعة حتى ناكل هم الضبع فوقها. بعدين هذا الضبع ما لقى غيرنا يتسلط عليه، يروح على ضيعة غيرنا يا أخي. ما بيساير يعني الضبع والسحلة. صدقني يا مختار، كل الناس ما أنا ما تسترجي تطلع من بيوتها بالليل. وإذا حدا اضطر يطلع لحاله بهالليل، ما بيمشي لحاله إلا ما يمشي حدا معه. يعني منين فكرك إجانا هالضبع؟ منين يعني؟ من هجبال. تعرفوا يا شباب هالسنة إجانا برد كثير وصقيع كثير وفوقها ثلج كثير، وبتعرفوا إنه الضبع روح مثلنا مثله، إذا جاع بده ياكل وما بيلاقي شي ياكله فنزل على ضيعتنا. يا هلا ومرحبا والله. طبعا، لأنه ضيعتنا ضيعة الكرم والضيافة. البركة فيك يا مختار. يعني ما بتأدينا الدبانة البيضة اللي أكلت عم ضياد وقلت المطر كمان يجينا الضبع؟ يعني ضروري يجينا الضبع ويكفي على الباقي. ولك يا جماعة، الجلسة بدون أبو علي عويكة والله مو حلوة. شو يا أبو رحال، ما شفته اليوم؟ والله ما شفته. معلومك أبو علي يعني يعطي الصحة والعافية، ما بيسترجي يطلع من بيته قبل الساعة 7، هذا بالأحوال العادية. فما بالك هلأ والضبع سيرته على كل لسان، على الضبع أكل والضبع نهج. طيب ليش ما جبته معه؟ مشان ما ينهش الضبع. فسفس هات الشاي يا ولد. يلا يا أم علي، أنا رايح لعند المختار. بدك شي؟ بو علي شو باكينة؟ هاي رابع مرة بتسألني إذا بدي شي. بدي شي، تفضل تيسر. طيب، لا يعني إذا بدك شي قليلي مش مشكلة يعني. ولك يا زلمة بدي شي تيسر، ولا قل لك رجع انت لا بدك تروح ولا شي. لا مش راجع، بدي روح خاطري. على خير يا مختار. وانت من اهلي يا ابو رحال. أبو رحال اسمع مني ونام عندي اليوم، ترى الوقت صار الساعة 12:10 بعد منتصف الليل. هالكلام هذا مو حلو بحقي بنوب يا مختار. يا أبو رحال بتشغلي ما بدها مراجل، هذا وحش وحش يا أبو رحال، يعني ما بيفرق حدا عن حدا حتى الجمل بياكله. ولا وحش ولا وحش، هذا ليش اخترعوا؟ والله بتمنى يطلع بخرقتي لحتى تكون اخرتها على ايدي. وحش. على خير مختار. مع السلامة يا أبو رحال. وحش. فسفس. شو بك يا زلمة؟ الضبع! صوت الضبع! بسيطة، أتخافش تقبلني، أتخافش. شو بك ولو؟ شو بدك تساوي؟ أنا اللي بدي ساوي. شو بدك تساوي؟ إسا فرجيك شو بدي ساوي. شلون يعني؟ بدي جيب لك يا للضبع لهون لعندك لهون. أوعيك! تكون شهم! إم علي! إم علي! إم علي! على الخليلي خذي معك باروني! ام علي! كيف ربي يكون اني اني اللي بتعرف مرحالي يا مرحالي يا شاملي. اطلعي اقبالي اقول لك، اطلعي اطلعي اقبالي. ام علي خير خير، شو فيه؟
خير؟ ولك منين بده يجي الخير إذا جوزك عم يشتغل فينا؟ جوزي؟ شبه جوزي؟ كثير؟ كثير عاجبك منظر جوزك هو عم يعوي بالليل مثل الضبع؟ ها؟ كثير عاجبك؟ يا أختي إذا كان جوزك حاسس حاله عم يخفف دمه خلص وصلتنا، جوزك دمه خفيف شو بدك بعد؟ شو يعوي ما يعوي؟ هاي أنا محبتها منك ها؟ عمرينك إن شاء الله ما تحبيها، جوزك أبو رحال عم يعوي، أي نعم، عم يعوي مثل الضبع، لكان عم يغرد مثل العصفور؟ لعمة يا لعمة إذا الضبع من مبارح بلش ياكل بقر مو بعيد يسن اسنانه علينا نحن البشر. طيب يا مختار ليش ما بتروحوا لعند المحافظ تشرح له الموضوع؟ ليش وين كنت أنا من يومين ها؟ فكرك نزلت على الشام شان أحضر فيلم سينما؟ طيب شو قال لك المحافظ؟ ما قدرت شوفه، شفت قائد الشرطة. وشو قال لك قائد الشرطة؟ قال طولوا بالكم علي شوي. ولا إمتى منا نطول بالنا؟ إيش هو هالجواب الخرندعي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، لا حول ولا قوة إلا بالله. وآخرته روقوا يا شباب روقوا. شي مو معقول يا مختار. السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا أبو رحال. يا أبو رحال. شو يا مختار؟ قال الضبع لمش بقرة أبو رشاد وسلخ لجلده، صحيح الكلام؟ إي والله يا أبو رحال إي والله. صحتين وهلا على قلبه أيامه والله. طيب يا مختار، ها؟ ليش ما بننصب له كمين بقى وبنخلص منه لهالضبع؟ هلا حنعيد ونقول وفوق اللي قلناه نزيد؟ خايف لبين ما نجتمع وننصب له كمين يقتل له زلمة أو زلمتين؟ بقى مين بده ينبلش بهالقصة غيري ها؟ حسبي الله ونعم الوكيل. والله على الحسبة للضبع يوم أي يوم لا بده ينهش بقرة بعد شهر ما بيصير في بقر بالضاعة كلها. قلتك والله. يعطيك العافية يا عم المختار. أهلين فسفس، ها خير شو في؟ يا عمي إجوا جماعة التلفزيون بدهم يصوروا. إيه وشو عملهم يعني؟ قوم اضرب لهم تعظيم سلام؟ قال جايين يصوروا قال. ايه سعد لي وقتك مدام. اهلين. هاتي لشوف ام رشاد حكينا شلون اكل الضبع بقرتكم. شلون بده ياكلها؟ مطو اكلها، كنا قاعدين بالبيت عم نتعشى سهرانه ما سمعنا الا دوزه وعيان. طلعنا لقينا الضبع راكد واكل البقره. فسفس حاضر يا عمي. خود سخن هذا. حاضر يا عمي المختار. شو يا مختار؟ ها؟ بدكش تذبح لهم ذبيحة لجماعة التلفزيون؟ شو ذبيحة وما ذبيحة؟ بيكونوا فزروا فزن وهن عم ياكلوا جاش. لك الضبع نازل ناهش بالبقر وهن نازلين ناهش بالجاش. الله يغنينا عن هالشوفة. يا اهلا وسهلا، قسما بالله خجلانين منكم على قد ما عزمناكم. لا لا عادي ولا يهمك. اهلين. كنا حابين نعمل معك لقاء انت وجهاء الضيعة مشان نعرف قصة الضبع كيف اكل البقرة. تكرموا تكرموا، اهلا وسهلا. وبالمرة بدي كم فخارة من هدول لانه كتير عجبوني. شكلهم كتير اورينتال. نعم ستي اورينتال. اورينتال. حاضر حاضر. يا اهلا يا اهلا وسهلا. شكرا يا فسفس، جيب اورينتال يا يعطيك العافية. الله يعافيك. مرحبا. أهلين. دخلك هذا البستان إلك؟ إيه والملك لله. مين حضرتكم؟ نحن جماعة التلفزيون عم نعمل برنامج عن قصة الضبع اللي عم ياكل البقر بالضيعة. وبشو بقدر أخدمك؟ دخلك بدي أسألك سؤال قبل ما نبلش، ليش بتسوى تنكة الزيت الظريف البلدية؟ شو هاد؟ لا تقول هذا الشغل مش معقول،
شو بدي قلك لقول هذا الشغل مش معقول. وين كنت لهلق؟ ها؟ عند ابو رحال. لا حول ولا قوة الا بالله. شو بك يا معلي؟ انه يا زلمي لا انت بدك تضلك لسقان فيه، وحق الله شو ما عمل معك قليل. لا يا ام علي، لا شيك عم تحكي. ها ابو رحال معشران كثير وقلبه طيب بعد. قلبه طيب؟ قلت لي قلبه طيب؟ والله ما حداش اللي قلبه طيب غيرك. الا انت شو بهمك؟ انا اللي عم بطلع بسواد الوجه قدامه وقدام مرته، وانت ولا على بالك. بالعكس كثراني روحاتك لعنده بهالايام كمان. ايه كثراني شو علاه؟ يا سيدي الضبع لا خلى لا زرع ولا ضرع، يعني الناس ضاجت. اها نعم، يعني شو يعني ضاجت؟ يعني ملت وخافت. نعم اذا ملوا يلعبوا طمامة مع نسوانهم. بس يا سيدي يلعبوا طمامة مع نسوانهم. فسفس يا بابعي يا بابعي. بسم الله الرحمن الرحيم. شو إذا أنت صار فيك هيك شلون أبو علي لك أنا؟ أبو رحال لا تقلي إنك بدك تفوت أبو علي لهون. لا 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 وانت السادة بدي أخذه وفرشي له أبو علي بالطريق، وبدي خلي حدا من الضيعة يصوره لشوف شو بده يصير بأبو علي. أبو رحال أنت صار لعقلك شي؟ شو عم نسوي يا أبو رحال؟ ها؟ خلينا نمزح ونضحك لنا شوي مع أبو علي. شو نضحك شوي؟ يمكن يروح فيا الزلمة. لا تخافي عليه، لا تخافي عليه، أبو علي مثل القطط بسبع أرواح. أبو رحال مشان الله لا تعلقني بلسان أم علي، شفت شو حكت عنك هذيك المرة إنك بتعوي. لنشوف لنشوف اليوم مين بده يعوي. أبو رحال لما أبو علي. يا أبو رحال إذا كان أنت طلعي منها ولا تتدخلي الله يرضى عليك يا أم رحال. قعدت أنا والمختار طول الليل ونحن نفكر بهالشغلة. يعطيك العافية يا خالتي أم علي. أهلين فسفس. يا خالتي بدي قلك شغلي. هيك لكان هيك لكان يا أبو رحال. الله وكيلك هيك قلص بالمختار فسفس. معقول يعمل فيني هيك؟ معقول يعمل فيني هيك؟ هاي الشيطان بده يحط لي العجل تبعه على الطريق ويلبسه وجهه بيخوف بعد. وهلق شو بدك تعمل؟ قسما بالله بدي انسفه بهدلي قدام أهل الضيعة كلياتن. هلق هذا اللي طلع معك بدك تنسفه بهدلي؟ شو بدي أعمل لك؟ طول بالك بدي قلك شو بدك تعمل، بس عشرت بتنفذ كل شي بدي قلك إياه بدون لا زيادة ولا نقصان. أضيع ليش كل شي عملته؟ صلي ساعتين عم فكر بالموضوع. شو بدك مني ساوي يعني؟ تسمعني منيح بتفتح لي راسك، ها؟ فهم علي يا أبو علي. يلا طيب يا معلم، إذا قوست بالبرودة مش أحسن يعني؟ لك يا أبو علي سلامة عرفك، البرودي أفيهاش مرجلي، الصيد كله للسكين، أبتسمعش بسلاح الأبيض. ولك ليك بدهم يصوروك بالموبايل، ها؟ يلا يا تقبلني يلا يلا جاوب. طب تعبت اليوم يا أم علي، خلينا نأجلها لبكرة. لك بحياة اللي خلقك يلا ولو خلصني. ولك طيب. يلا جاوب. طيب. لك يلا قول الله أكبر. طبعا رح قول رح قول. يلا لشو يلا يا ضروري قول الله أكبر. ولك إلا مشان يقول أبو علي ما قتلش العجل إلا بعد ما كبر عليها. ولك يلا يا تقبلني. طيب خلصني. لحظة لحظة يلا الله لحظة. أكبر. طيب طيب الله أكبر. الله أكبر. عافي عافي الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الجن. الله اكبر. عفي عفي الله حيهم الجن. عفي الله اكبر. عفي عفي يلا. يا عيني عليك. ايوه حاسس حالي مثل الزير سالم. ها جو رحال ابو علي تذكر ها هذه الليله ليلتك. اذا اشتغلت مثل ما وصيتك وحق الله وحق الله بكراسيتك بدي اعبي ضيعه كلها وتصير قصتك على كل لسان. اصحى كتخاف اصحى كتخاف خليك جدع. قول الله اكبر. لا تصح ريس وتأكدي انه اخذت عجل ابو رحال حتكون على يدي ان شاء الله. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله تعالى بدنا نعمل من لحمه نقاني. ان شاء الله يا رب ان شاء الله ان شاء الله هيك بدي اياه. يلا يلا ادعي لي ادعي لي. الله السلام عليك. يلا يا تقبلوني. يلا ايوه عفي عفي. الله اكبر الله اكبر. أنا رح أتيسر يا مختار بقيت لك فرطت من النعس. لا والله يا أبو رحال أنا مالي نعسان بس أنت بالظاهر بتخاف من مرتك. شو يا أبو علي لحضر سهران؟ تيسر أنت يا أبو رحال أنا رح أفل سهران مع المختار. شو يا أبو علي راجع حساباتك يعني روح ولشو لحتى ما تتيسر. تيسر الله معك. والله شايف لك أبو علي عويك صهير خبر واحد. الله معك يا أبو رحال. يا هلا يا هلا أبو علي. يا هلا بالمختار. يا هلا يا هلا بالمختار. أهلا وسهلا أهلا وسهلا يا سيدي. تفضل يا أبو علي. من يد ما نعلمهاش. تسلم تسلم. هجمت عليه مثل البنشيق وفرمت رقبته بفرم. بقى جاهزي حالك على أكلة النقانق بكرة. ولك عافي عافي هيك بدي اياك رجال قد الدنيا. ولك تقبرني. تسلم لي. لا تقبر قلبي. مش صدقه مش صدقه مش صدقه يعني. اعطيلي عشا خفايف على بين ما اغسل ايدي. عشا خفيف ديك هالقد قد بدي اذبح لك يا قد راسك يا سبع يا ضبع عيني. تقبر قلبي. على مين يا برحال على مين؟ Thank you.
صباح الخير يا ابو رحال. يا صباح الانوار، شو فايق بكير اليوم. اي والله يا ابو رحال، شفت حالي اليوم فايق ورايق ومنتشي ومبسوط، فقرت لحالي ليش ما بتجي تشرب فنجان قهوة عند ابو رحال. يا اهلا وسهلا، يا اهلا وسهلا، تحضر بيحضر واجبك. وقف يا ابو رحال، هذا العجل مش عجلك؟ بلا عجلي، عجل مين لك انا؟ شو هي اول مره بتشوفه؟ طيب مو على اساس بدك تحط لي اياه بالليل بالطريق وبدك تخوفني؟ يخرب بيتك يا مرتي، ما في عندك سر بيتخبى شو ما كان يكون. والله يا ابو علي كنت بدي امزح معك مسحه صغيره يعني هيك وخوفك، بس بعدين لغيت الفكره. طبع. ليش ما سمعتوا؟ لك لقى الضبع مقتول بأول الضيعة. ها؟ يا طيف أبو علي؟ أنت؟ أبو علي؟